الست ام محمد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك. وفيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. لا، كل الله السنه يخليك. ابوس كل سنه ايادي كل الخلق، نبذه. ابوس ايادي الخلق. كل سنه وانت طيب بدعي عليك انك ليه؟ ما تبقاش طيب الا مره واحده في السنه. فيها ايه؟ بيقول كل السنه وانت طيب، فيها ايه؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل السنه. ماشي، حاضر. أنا آسفة والله، بس كفاية ربنا يبارك لنا في عمرك وفيك يا وصحتك فندم، وعافيتك. تأمرين يا ستي. أنا سعجلة كده، أنا المشكلة دي بتاعت أختي. من 2013 بسرعة كده، متجوزة بقالها 30 سنة، عندها 65 سنة ومريضة، وربنا يعني بلاها. مش عايزة أفسر إيه يعني حاجة كبيرة، طبعا الحاجة الكبيرة دي ملهاش إلا غير الطاعة، ملهاش إلا غير حاضر وطيب ونعم. إنسانة طيبة فوق الوصف، مخلفة بنت وولد، عندهم يعني 30 31 كده. المهم الزوج مفيش يعني اللي هو يعينها، اللي هو يعاملها بالمعروف، اللي هو يصرف عليها إهانات، ومفيش أمال أكل بتصرف بشرب. منين؟ أمال بتصرف منين؟ هي المعاش، معاش إيه وهي على ذمة راجل؟ لا من معاش يعني، هو كده، هي الدنيا ماشية كده معاها، هي الدنيا كده. أيوه. المهم لا بياكل برمضان ولا عيد ولا أي حاجة. آخر مرة بقى عشان ما أطولش على حضرتك، مسكهم ضربها وضرب بنتها وابنها. دي تالت مرة اللي هو يطردهم، بقالها شهر ونص بره البيت، مرمية بره في شقة كده ربنا عالم بيها. المهم قال لها أنا دافع 3000 في الشقة دي، الشقة دي باسم باسمها هي، ماشي الحال، أنا دافع 3000 وعايز دلوقتي تبيعيها، هي جايبة 2 مليون، تديني مليون واتكل على الله، غير كده مش هتدخلوا الشقة، لو دخلتوا هخرجكم جثث همدة. هيبقى تل قتلة، ماشي، احنا هيبقى نعمل مجرم ايه؟ يعني. ايوه نعمل ايه طيب؟ هي الشقة اللي هي جايبة 2 مليون دي هو اللي جابها، لا ده دافع فيها 3000 في اول الجواز، بس دافع فيها تلات وقعد فيها معاهم. معاهم طول السنين كلها على قلبه. يعني قاعد معاهم، امال هيبيعوها ازاي ويقعدوا في الشارع هي كلهم؟ هتبيعها علشان تديله فلوس عشان يسيبها في حالها هي وعيالها. لا إله إلا الله، بتدي له رشوة. والله العظيم سنين سودة، والله يا دكتور انا هي ومصحى الشقة كمان. باسم مين؟ الشقة ايه؟ باسم مين؟ باسم الزوجة، باسم اختي. ولا له حق فيها، ماشي، احنا نعمل ايه علشان بس ولا نعمل أي حاجة، ولا ياخد مليون ولا نص مليون ولا ربع مليون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في سوء المعاملة. طيب أنا اللي انا أفهمه في هذا الدين إن الزوج عندما يتزوج معرض هو أو معرضة زوجته للابتلاء، فإذا جاء الابتلاء في زوجته أعانها على الصبر بخدمته إياها. هذا دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما نعرفش واحد يتجوز واحدة عافية وصحتها فيها ومية مية ومريحة يعاملها كويس، ولما تتعب يعاملها وحش. ده لا يمكن يكون دين، ده لا يمكن يكون دين. الدين يتجلى عند الشدائد، عند الابتلاءات، اختبار بس. لكن أنا هقتلكوا وهدبحكوا كلام تهديد لا يؤخذ عليه، والقرش أهم منه، وما تبيعش عشان تديله. وإذا كنا بنبيع شققنا علشان نتقي شر أزواجنا، يا نهار أسود. أنا أبيع بيتي عشان أديله فلوس يحل عني؟ شرع مين ده يا عم الحاج؟ انتوا برنامج اسمه اعرف دينك،